السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سعادة الرئيس والمناصب الكريم. الموضوع الذي تدور حوله المذكرة وإعجاز القرآن في رسائل النور. مسألة الإعجاز من أقصب المواضيع التي سار في البحث عنها حبر العلماء والمفكرين على مر العصور وكر الزهور. وهنا أقدم بعض ما عالجت في هذا المجال في ضوء رسائل النور للأستاذ النورسي رحمه الله. فالإسلام كما نعتقد هو الرسالة الخالية، وبالنسبة إلى هذه الرسالة فرضت علينا مهمة الدعوة. فيقول الإمام النورسي رحمه الله: لا يمكن في العصر الحالي أداء كلمة الله إلا بترقي المادة والدخول في الحلقة الحقيقية الأقل. سنجاهد ضد الفقر والثلاث الأفكار اللذين هما على عدوان اللذان لإعلاء كلمة الله، وذلك لصلاح العلم والفن. وهو كان يؤمن أن القرآن هو كتاب الله الخالد كما هو يقول، هو أي القرآن أساس وهندسة وشمس لهذا عالم المعرفة الإسلامي، وهو خريطة للعالم الأخروي وكذا، ومربي للعالم الإنساني، وهو المرشد المهدي إلى ما خلق البشر له. وكما أنه كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة، وكما أنه كتاب ذكر كذلك هو كتاب ذكر. وهذا ما ينبغي أن يكون في عقيدة كل مسلم. فلم تخرج رسائل وبحث عن هذا الفهم، ولو أنه لم يكتب بحثا متخصصا في مواضيع علوم القرآن، بل كتب رسائل متفرقة قاصدا في هداية الناس وتذكيرهم وإيقاظ الناس الإيمان في نفوسهم. فإنه لم يقصد في رسائل النور هذه تفسير آية القرآن بالطريقة التقليدية، إنما تتبع أسرارها وإيعاءاتها ودلالتها. الإعجاز لغة هو العجز والضعف، وأصل التأخر عن الشيء والقصور عن فعله، وهو ضد القدرة، كما قال تعالى على لسان ابن آدم: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قال الفارابي في كتاب العين: العجز هو نقيض الحزم، والإعجاز جعل أحد عاجزا، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنتم بمعجزين. يعني الإعجاز هو الفوق والسبق كما ذكره الزبيدي والراغب الإصفهاني. وفي الاصطلاح هو أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، وسالم عن المعارضة، وهي إما حسية وإما عقلية كما قاله السيوطي في الإتقان. وجاء في شرح عقيدة التحابية نقلا عن ابن تيمية رحمه الله دون ذكره. ابن تيمية هو الفقيه الكبير والشخص المحترم المفكر الذي فند آراء الفلاسفة والمناطق آنذاك. المعجزة في اللغة تعم كل خالق للعالم، وفي عرف أي من أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيرهم يسمونها الآيات والبينة. وأي كلمة المعجزة استعمالها بدأ في أوائل القرن الثاني نشأة مسألة الإعجاز. حكمة الله في خلق النفس أن تكون معجزة تؤيد رسالة المرسلين، كالعسى المنقلب حية في قوم موسى، وكإشفاء المرضى وإحياء الموتى لقوم عيسى الحاذقين البارعين في مسألة الطب. فلكون العرب في الجاهلية قادرين على نظم ضروب الكلام بحسن البيان والإبداع، بعث الله إليهم نبيا أميا منهم بكتاب تعدى فأعجزهم، كما في علل آية قرآنية منها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. ولما أثرت الجدل في مجال القرآن مسائل نحو خلق القرآن، للدفاع عنها توجه دراسته إلى اهتمام المجاز. وأول كتاب في هذا المجال مجاز القرآن لأبي عبيد بن المثنى، ثم ألف الفراء كتاب معاني القرآن للمقصد نفسه، ثم تلقى نظم القرآن للجاعز، وبعده ألف به أبو بكر السجستاني وأبو زيد البلقي وابن الأقشير المعتصري. ولما ازداد جرأة على الإسلام عن القرآن ألف ابن قتيبة تعبير مشكل القرآن. ثم تجلت محاولة عديدة تحكم من هذه الأولى بكيف؟
وفي على عسى ان هذه تصدى علماء الشبه الجديده بعقيده الحكي ومنهم بديع الزمان النورسي رحمه الله في اشاده الاعجاز في مدار الايجاز ومصطفى صادق الغافي في علاج القران والبلاغه النبويه. وجوه الاعجاز عند المتقدمين مختلفه ولكن اذكر هنا الوجوه التي تناولها استاذ سماحه الاعلام بديع الزمان النورسي. ذكر النورسي في كتبه رسائل الوجوه رسائل المتعدده كما ذكر في موضع انها سبعه وفي موضع انها اربعون وفي موضع انها عشر ولكن الذي نذكر هناك النظم القراني البديل هو اظهر وجود اظهر وجود الاعجاز عنده وقد تناوله واضاف في بعض الوجوه مثلا الاعجاز البلاغي البلاغ في نظم القران قد اثر فيه النورسي بنظره الجدال في النظم وطبق النورسي هذه النظره ببراعه وجد فائقه في تفسيره اشاره الاعجاز في مدار الايجاز وتطرق الى انواع عديده في اعجاز البلاغ مثل الاعجاز في العروض المقطعه والى سواه وكذلك اضاف في الاعجاز العلمي وفي الاعجاز البشري وفي الاعجاز الغيبي ولكن الوجه الذي ابتكره الاستاذ بديع الزمان النورسي هو ولم يذكر احد قبله هو الاعجاز في ختام القران الكريم. لقد بين النورسي بحجة قاطعه وامثله متعدده ان القران الكريم توجه بختامه الى 40 طبقه مختلفه من طبقات الناس. وهذا ما اعتقد عنه. لقد اراد النورسي بحجة لكل هذه الانواع ان يثبت وقد اثبت فعلا ان القران نور الله الذي لا يمكن ان يطفى وان القران هو عبد الله المتين والنور المبين على مدار العصور والايام. ومنهج الاستاذ النورسي في بيان الاعجاز انه عاش في ليالي مظلمه وعاصر سقوط الخلافه فالمعركه في حقيقتها بالنسبه اليه معركه فكريه معرفيه اقاليميه حضاريه ونماذج بعض النماذج اقدم فقط. قد علق الامام النورسي على انكار بعض الناس حاله انشقاق القمر حيث قال كان سحب الجهل تغطي سماء الكفره والوقت على وشك الغروب في اسبانيا وامريكا في وضع النهار وصباح قد تم قصف في الصين واليابان وفي غيرها من البلدان، فاذا علمت فهذا تامل في كلام الذي يقول ان بعد ذلك ترى الصين واليابان وامريكا وامثالها البلدان لا يذكر هذه الحادثه اذا لم يقل اي هذا هذا؟ الا تقل الذين يمتطون على قدرات الاوروبا. و بمناسبه هذه هناك اذكر فقط قولا للاستاذ النورسي كلما قال كلما شاب الزمان شاب القران وتوضحت رموزه وهذا والله هو الفهم الدقيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق الله المتين والنور المبين وضيف الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الالواء ولا تلتبس به الالسنة ولا تتشعب معه الاراء ولا يشقى منه العلماء ولا يمله الاقوياء ولا يخلق على كثره ولا تنتهي عجائب. في الاختتام اريد بذكر رايي للباحثه الالمانيه المسلمه الجاهليه مريم دومير تقول وقد حلل بديع الزمان القران لنا من اجل هذا القرن ووضح لنا برسائل النور الطريق الذي رسمه القران للمستقبل. شكرا لكم على حسن استماعكم.